محضرين جسمكم لفصل الصيف؟ إذا لا شو ناطرين؟ تمارين الرياضية مهمة جدا بحياتنا اليومية، بس كمان ضرورية للعالم اللي عنده التهابات بالمفاصل. معقول تفكروا إنه تمارين الرياضية بتزيد من أوجاع المفاصل، بس هذا الشيء مش صحيح. قلة التمارين الرياضية بتزيد الأوجاع. عادة ما منفكر بأهمية الحركة لحديد ما تقل قدرتنا على الحركة. تحركوا بحرية ودعموا مفاصلكن وعضلاتكن مع Forever Move. هيدا المنتج مثالي للعالم يلي عندن نمط حياة سريع ونشيط، وحتشوفوا نتائج بس بسبعة لعشرة أيام. بيوفر الـ Forever Move مكونين لصحة المفاصل. أول مكون هو الـ NEM يلي بيوفر كوندرويتين، حمض الهيالورونيك والكولاجين يلي بيعززوا الغضاريف، وكمان بيجددوا الألياف تبع العضلات بعد التمارين. المكون الثاني يلي هو التيرميريك أو الكركم، هيدي النبتة تستخدم من سنين لصحة المفاصل وكمان لتعطي مضادات للأكسدة. إذا كنتوا رياضيين أو بس حابين تزيدوا لياقتكم البدنية، فهول المكونين أساسيين ليصير عندكم حركة جسم سليمة. بحب ذكركن إذا كنت حامل أو عم بترضعي، أو إذا كنتوا عم تاخدوا حبوب مضادة للتخثر الدم، من الأفضل أنه تتجنبوا Forever Move. أنا لين أخصائية التغذية، إن شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو هالأسبوع. ترونا أسبوع الجاي. باي.